We complete our FY25 budget and posture hearings with the Department of the Navy. I want to thank the ranking member and all members for their cooperation, hard work, and dedication as we work through 26 hearings in 13 legislative days. These hearings have helped provide... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين. أسأل الله أوقاتكم بكل خير. الجيش الأمريكي يكشف حجم خزائره في البحر الأحمر. وإلى التفاصيل. أكد مسؤولون أمريكيون بارزون تصاعد هجمات قوات صنعاء على البضع الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، وكشفوا عن خسائر مهولة في صواريخ نتيجة الاشتباكات. وقال وزير البحرية الأمريكية ديل تريو خلال جلسة استماع الكونغرس: قواتنا خاضت 200 اشتباك مع صواريخ وطائرات بدون طيار أطلقت من اليمن. مضيفا: تم إطلاق النار على سفننا مباشرة وعلى البحارة في جميع أنحاء البحر الأحمر، وقد فقدنا للأسف 3 من عناصر قواتنا الخاصة. من جانبها، أكدت رئيسة العمليات البحرية الأدميرال ليزا فرانشيستي خلال جلسة الاستماع ذاتها أن التهديد من اليمن كبير وصعب للغاية. من جهته، أوضح رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب الأمريكي مايك روجرز أن البحرية تقوم بتنفيذ عمليات بوتيرة أسرع بكثير من المخطط لها، حيث تستهلك الصواريخ بسرعة وتحرق الوقود وتمدد فترات الانتشار أثناء الدفاع في البحر الأحمر وحماية إسرائيل. وعلق السيناتور الأمريكي دان سوليفان في جلسة الاستماع على انسحاب حاملة الطائرات من البحر الأحمر قائلا: حاملة الطائرات USS دوايت إيزنهاور ومعها مدمرة حربية غادرتا البحر الأحمر مدروتتين من قبل اليمن. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.